جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، السائلة هم عكاشة، هل يجب على المرأة أن تلبس الجلباب أو العباية عند الصلاة في بيتها، وهل يوجد شروط للبس هذه الألبسة في الصلاة؟ المرأة عند الصلاة تستر جميع بدنها ولا تكشف منه شيئا إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. إذا كان عندها رجال محارم أو نساء تكشف وجهها في الصلاة فقط، وما عداه تستره، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم.